السلام عليكم البنات، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير، تكونوا بصحه جيده. اليوم جبت لكم وصفه ترفيس القسنطيني، واللي هو من اعرق الاطباق الجزائريه التقليديه. تابعوا معايا باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير. العفسه الاولى اللي بدنا نديروها نخدموا نبس تاعنا. بالنسبه للنبس تاعنا نسحقوا سميد نصف خشن، نديروا 3 كيلات سميد معياريه، يكون سميد هكذا يكون. في نفس الصحن اللي كينا فيه دقيق كيلو، فيه نص كيلة زبدة دايبة ونص كيلة زيت، ديروا مرفة صغيرة ملح الدقيق تاعنا وندخلوه مليح، ومن بعد نزيدوا له هذاك الخليط تاع الزيت والزبدة ونبسوه مليح كيما القرود بلا ما نعجنوه، نبسوه برك. كي نكملو نبسوه مليح كيما راكو تشوفو، نزيدو له الماء تدريجيا، نبداو نديرو في الماء نبلوه بالماء تدريجيا كيما المقروط، نفس الشي كيما المقروط. بالنسبة للماء نديرو حتى الدقيق تاعنا يتلم، يولي كيما المقروط يتلم لنا. باك عندنا المقروط نخلوه يبات، هذا ما خلوش يبات، لازم نشربوه هكذايا. لهنا راه تلملنا الدقيق تاعنا وتحصلنا على شكل تاع عجينه، نجيبو سنيوه نديرولها فيها برق الطهي ونبداو نحلوها بهذا الشكل. بالنسبه للسمك تاعها ما يكونش رقيق بزاف وما يكونش خشن بزاف، يكون نورمال عادي باش يطيب لنا من الداخل المبسس تاعنا. انا هنايا استعملت ساشي كونجيلاسيون، فتحته ودرت فوق العجينه تاعنا وراني نحل فيها باش ما تلصقليش العجينه تاعنا وما تجينيش مشقفه. لهنا بعد ما كملت حليت العجينه تاعنا، نجيب موس ونبدا نقسمها على شكل مربعات ونحبط المستل تحت مليح نقسمها. في هذه الاثناء نحط الفرن تاعي يسخن مليح، بعد ما يسخن نديروا المبسس تاعنا في الفرن على درجه حراره 200 درجه ونشعلو غير من تحت، كي يطيب لنا من تحت نشعلوه من الفوق يحمر. لهنا بعد ما طابنا حمرته انا شويه زياده باسكو نحبو محمر مليح، نجيبو روبو ولا اشور ونبداو نقسموه على شكل مربعات ونرحوه، نرحوه على هذا الشكل، ما نرحوهش خشين وما نرحوهش رقيق. بالنسبه لهنا نبلوه بالحليب، انا استعملت واحد الكاس وربع تاع الحليب، دخلوا بالعقل بالعقل الحليب حتى تشوفوا الحبات تاع الدقيق تاعنا واش يتشمخوا كيما مع الاول كيما درنا مع الاول. كي نشف الدقيق تاعنا كيما راكو تشوفو نحطوه يتفور، ما نديروش نفوروهمش في المخ باسكو يتعجلنا كيما طعم، حطوه يتفور كيما طعم، نفس الشي كيما طعم. بعد ما فرنا التفويره الاولى كيما راكو تشوفو نفركتوه هكذا بالمرفه وزيدوا له حوالي ربع مغارف سكر، كل واحد راح يسميها بالحلاوه، انا لهنا درت له ربع مغارف سكر كريستال، ونخلطوه مليح باش السكر هذاك يذوب لنا معاه. بعد ما خلطناه مليح لهنا عندنا ماء الزهر، نبداو نبلو فيه نفس الطريقه كما بنلناه بالحليب. هي الوصفه الاصليه تجيب الماء الزهر المقطر، انا لهنا ما عندي استعملت ماء الزهر العادي. لهنا كما راكو تشوفوا رانا نبلو فيه تدريجيا شويه بشويه ونخلطه. لهنا زيدو نخليه يبرد كيما درنا المره الاولى، خليه يبرد مليح باش نفوروه، نفوروه نفس الطريقه تاع المره الاولى. بداو يتفور الرفيس تاعنا، لهنا نحتاجو كيله زبده وكيل عسل، نديرهم في كسرونه ونحطوهم فوق النار على نار قليله باش ما يتحرقناش العسل تاعنا، ونخلطوهم مليح حتى يولو مزيج واحد، يعني ما تجيش الزبده فوق العسل ولا تجي مزيج واحد.
لهنا بعد ما فرنا التفيرات تاعنا الثانيه كما راكم تشوفوا نحلوه ونجيبوا كميه من المكسرات. اي نوع من المكسرات عندكم؟ انا لا نستعمل الجوز، ما نحبش ريحه رقيق باش نحس الكو تاعو ريحه مرقيق ماشين يعني مليح. ونضيفوها على نتوما اختياري، تقدروا ديروا اي نوع من المكسرات، اللوز ولا جوز ولا كاوكاو كيما تحبوا. لهنا نجيبوا الزبده ولا العسل تاعنا ونبداو نزيدوه غير بشويه ونخلطوا، وما نديروش حتى يتعجن لنا، نزيدو ونخلطو باش ما يتعجنناش الخليط تاعنا يولي معجن. لهنا كيما راكو تشوفو زينتو بالمكسرات وسكر كلاص ويتقدم مع البن. تستغربوا شويه داك السكري صالي، وهذا الطبق يستعملوا بزاف في الافراح وفي المناسبات. هنا راني كملت ان شاء الله الوصفه تكون نالت اعجابكم، اذا عجبتكم شاركوني بابوني وجام كومونتير.